رجعنا معكم من جديد ومازلنا مكملين كما كنا نحكيو توتالور مع السيد احمد الشريف دي سي توكس. هذوما نجم نقولوا نوع من لي نوفوتي بالنسبه للديزيام اديسيون في الفوروم دي سي السنه. وقلت لي باش نرجعوا نحكيو على دي سي توك. حاضرين معايا السيد رؤوف مقدمي جوستومون والسيد مراد جريبي. دونك تو لي دو بيان ايفيدامون membre في الكلوب دي سي تونيزي membre ديريكتور في الكوميتي ديريكتور بالنسبه لسي مراد و تو لي دو زاد كيف كيف membre في الكوميتي دورغانيزاسيون دو فوروم دي سي بيان ايفيدامون. ونحن حاضرين دي سي تولك كيما بكري كان يفسر لنا شويه سيد احمد هو جوستومون عوده على تجربه من التجارب بالنسبه للي دي سي عاشها كل سوا ريوشيت ان سوكسي والا لا ولكن الفايده في لي لوسون اتيري. دونك هذاك علاش احنا باش نرجعوا بريفمون معاكم زوز في كل واحد كيفاش عاش التجربه هذه دو ان وخاصه شنو هي التجربه اللي حكى عليها كي فريمون ماركي سا كارير واللي يقول certainement qu'on a eu une leçon à tirer منها. نبدا معك سي رؤوف. بارك الله فيك، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين اكسبريس اف ام. هو لو كان نرجع شويه للهيستوريك، هي الاكسبيرونس ماهيش جديده 100% على خاطر فما اون بتيت اكسبيرونس اللي عشناها في 2015 في الدوزيام اديسيون دو فورم دي اس اي. اون بتيت اكسبيرونس جات هكا معناتها فجاه، فما زميلنا كان معنا في البيرو ديريكتور الى بريزونتي سون اكسبيرونس بارابور ان او ار بي. واضح. وفما تفاعل كبير صار وقتها في الصاله خاطر لي زو ار بي سيتي با فريمون معناتها انترودوي بالكدا في تونس. ومن 2015 توا في 2024 دونك قلنا بوركوا با معناتها احنا لي دي اس اي شاكان دو سون كوتي يعيش تجربه. داكور. ناجحه ولا فاشله؟ ديما فما ان بلوس نجمو ناخذوه من التجربه هذه. ديما فما حاجه نجمو نتعلموها. نتعلموها حتى كان فشلنا. مانيش باش اون فوا با بيسي لي بغا باش نعاودو التجربه هذيك باش نجحو. دونك سو كو افيكو نوتر كوليغ هات ربحنا في الوقت معناتها ونجم. دونك هذه هي ليدي نتاع نتاع دي سي تولك. دونك بالنسبه لل ليديسيون هذيا الحق هو تبارك الله معناتها لي بارتيسيبون معناتها يافي بوكو دو بوستيلون وفي الاخر فما 8 كيونت ايتي روتوني وثمانيه هذوما فيهم ثلاثه افريكان. معناتها احنا كنا افريكان لكن ثلاثه من الافريك سبساريان اللي هي السنغال والبينا والجيني والبقيه التوانسه. وبالنسبه لي بروجي تحكي لكم عليهم سي مراد بار لا سويت دون لو ديتاي سي فولي. ولكن ليدي هي مهمه ياسر خاطر مثلا انا دون مون ترافاي مثلا توا في الوقت هذايا ماني نحب نحط ناي على ايميغراسيون فيغ لو كلاود. انا جو سوي دون ان اتابليسمون ايتاتيك. داكور. وخايف منها برشا العمليه هذه. علاش؟ على خاطر جو فوا كو دون لو موند سا تريبوشي من الاول ومن بعد سا ريوسي بور سارتان اكسيتيرا. دونك الحق النجاح ماهوش 100% معناتها وخاصه في ليتاتيك معناتها لو كان تنجح العمليه اون توس فيليسيتي. لو كان ما تنجحش العمليه سي لو شيف دو بروجي مسكين اللي هو اللي معناتها في الاخر يلوموه. Donc, je suis très intéressé. Je vais faire une expérience. عاشها زميلي باغ اكزومبل يقول لي فو فير اتونسيون اسوسي فو اسوسي وماذا بيك تعمل هكا وتعمل اكسيترا باش تنجح التجربه. داكور. بالنسبه للسيكوريتي كيف كيف مثلا توا الديكري 17 اللي خرج في 2023 ديكري 17 ويحكي على الكلاود ويحكي زاد على السوك وي لي سيكوريتي اوبريتينغ سنتر يشجع على السوق سيكتوريال. لو كان نلقى انا باغ اكزومبل شكون الى فيكو لو سوق خاطر السوق يكوت انورميمون شير وبلادنا مستحقه دوفيز معناتها ماذا بينا مش كل شركه تعمل السوق نتاعها. واضح. ماذا بينا ثلاثة أربع شركات تعمل السوق نتاعهم دون السيكتور. دونك هذوما الهدف هو هذايا معناتها. داكور. فهمت؟ والعملية الحق كانت ناجحة برشا. شفنا ديز اكسبيريونس في وقت التعداو لي ديال سي تولك. سي مراد يل فوز اون ديغا بالك شي بلوس دو ديتاي. بلوس دو ديتاي وما قلتليش شنو هي التجربه اللي انت ركزت عليها في المدرسه. انا ركزت على سيك ان سيستم دافورماسيون جيوغرافيك. انا جو ترافاي دون لو بور معناتها دون لو دومين ماريتيم والسيك عندنا ان بروجي معناتها توا على قريب على السيك
والحق يا بوكو معناتها جي نوتي بوكو دو دو كونستاتاسيون و دو رمارك اللي ان شاء الله يعاونوني في البروجي نتاعي لا وجو ترافاي ان شاء الله. سي مراد الوغ ايوا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالمستمعين نتاع اكسبريس اف ام. دونك انا جو مو بريزونت من جديد، انا مراد جريبي ممبر كلوب دي اس اي Je fais partie du bureau directeur du club DSI et en plus je suis membre de la comité d'organisation du forum DSI 2024. Et là, je vais vous dire que c'est Raouf par rapport au DSI Talk de SNE. En fait, c'était des accumulations d'expérience. SNE, on est en train de. Qu'est-ce que vous voulez? On est en deuxième année du forum. دونك قبل كانت عندنا الروبريك كنا نسميوها كونكور. في الكونكور هذايا كنا في ابيل او ديفيرون دي اس اي افريكان معناها لي سوب ساهريان اونتر اوتر لي تونيزيان واحد الكل باش يبعثوا لنا شنو عندهم دي بروجي جدد دي بروجي دي انوفاسيون دون لو دومين اي انسي دو سويت. دونك كانت تجارب باهيه برشا فهمت في السنين الاخرانيه معناها ولات عندنا اون دي ديفيكولتي باش نختاروا فما حاجه اخرى معناها العباد بلوتو لي دي اس اي معناها فما شكون ولا عنده شويه رهبه هكا ماك الكونكور ينجح ما ينجحش درا شنو واحد الكل الوغ احنا حاجتنا بالاكسبيريونس نتاع دي اس اي فك البروجي نتاعو دونك دو جات لي دي نتاع دي اس اي توك هذيا قلنا اون في ابيل دي اس اي قال يجي وفهم يحكي لنا على ديفيرون بروجي نتاعهم واحد الكل كيما قال سي راهو مش باش نرجع على لي بروجي معناها شنو ما Peut-être que c'est intéressant, حتى اللي يسمعوا فينا ينجموا يرجعوا peut-être من بعد les enregistrements ou les lives اللي كانوا partagés على الباج خاطر ينجموا هما بيدهم يستفيدوا منهم هالتجارب هذوما وتكون الفايدة أعم معناتها بالنسبة لهم حتى هكا معناتها اون ديغونال وشو هما أهم النقاط اللي تم التناول نتاعهم في لدي سي تورك. En fait, le projet était des projets diversifiés à l'heure. معناها كل كل دي سي يحكي على ان تيب دو بروجي معين بالنسبه لي انا فما ان بروجي فهمني يعجبني برشا هو لو بروجي اي سونتي اي اي سونتي اللي هو مقدم واحد تونيزيان دونك سي سي توفيق البرجي دونك سي ان بروجي دو 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 كاليتي فهمت شو معناها معناها اليوم احنا تعرف اون ا بوزوان دو لانفورماتيزاسيون اون ا بوزوان دو ديجيتاليزيون دي بروسيس الكل مي كمان اليوم يحكي معناها يتروف دي ديفيكولتي في برشا حوايج فهمني كيما تعرف لا ريزيستونس او شونجمون تعرف فهمني السبيطارات فهمني اللي هما معناها حاله حليله ميم حتى فما شكون حتى ما عندهمش حتى لو مينيموم دو مينيموم فهمني حتى ديزورديناتور تعبين واحد الكل هذه هي اكثر حاجه معناها قعدت في مخي هو انه سي فري مالغري لي فور اللي قاعدين يعملوا فيه لي دي اس اي الكل كمان مازالت فما برشا ناس يلزمهم يتبعوا لي دي اس اي يلزمهم يقدموا معاهم سينو بور ابوتير للافكار وللريزولتا اللي نحبوا نعملوهم واحد الكل هذا هو مي سيتي تري بينيفيك كل صراحه واضح كان فما برشا معناها دي كيفاش نقولوا معناها لي بريزون تفاعلوا برشا فما كان فما برشا تفاعل معاه وبكل صراحه سيتي اون تري تري بون اكسبيريونس بكل صراحه بور موا واضح دونك هذه اهم فكره قعدت بالنسبه ليك في لي دي سي تورك فماشي دوتر سوجي هكا ينجموا بيتيتر يرجعوا لهم المستمعين كي سون انتريسي جوستومون سوا معاك سي مولد ولا معاك سي راوف بالنسبه لي بروجي براتيكمون سي دي بروجي معناها فيهم برشا نوع تاع دي بروجي فما دي بروجي دو بي سي ا معناها دونك سي سي بيرمون انفورماتيك معناها سي تنجم يحكي لي سي لي لانسيدون سي تو سا فما فني ان بروجي دو ميز ان اكسبلوتاسيون دان او ار بي فما ان سيستيم في الاي كونستركشن فما ان بروجي دو باسبور بيومتريك بون ما خلطناش باش نعملوه واحد الكل فما دي بروجي فهمني عملته دياما بانك هذيا نتاع السنغال سيتي ان بروجي فريمون طياره برشا اللي هو هذا سي ان بروجي دو افكتيفمون جوست سامحني اي مسج اون سي ريفريشي لا ميموار مع بعض اي من السنغال سي ان بروجي معناها يعمل لا بيرسوناليزاسيون دي سيرفيس داكور اي لي اكسبيريونس او نيفو دو لا بانك هذه دو غيني
D'accord, donc vraiment, حاجة اللي في secteur bancaire de 1 ou les cas de service personnalisé, et du coup, حاجة مهمة للغاية. نسميه ما احنا اللي في انتك, معناها احنا اليوم فهمني هذايا ونحبوا نركزوا على يعني فينالمون اليوم سي ديفيرسيفي بالنسبة اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يعاودوا يرجعوا يسمعوا التجارب هذه ما ينجم يكون كان انريشيسون فينالمون باش يشوفوا البرامج هذوما واللي بروجي هذوما اسكيزو ابوتي اي والا لا شنو ما اهم الدروس اللي يمكن انه الواحد يستخلصها منهم وخاصة اذا كان فما دي ديفيكولتي هو كيعرفهم الافونس إذا كانوا قادم على نفس ان بروجي معناتها بنفس الفامي دونك هذا هو ماشي اللي كانت تحب تضيف حاجه سي روف حاجه هو بالنسبه لو كان او ماتش معناتها سوسي بارابور للبارومتر زاد حكاو لك على البارومتر زاد مثلا الحاجه المهمه سيكو في البارومتر لقينا بارابور العام يا با بوكو يا با اون افونسي فريمون اكسبسيونيل بالنسبه لل العباد اللي عملوا البلان دو كونتينيتي داكتيفيتي نتاعهم ولا سيكوريتي اللي ولات مهمه توا مثلا فما دو بروجي تعداو باهيين اللي هو حكى لهم سي مراد البون دو كونتينيتي داكتيفيتي حسب النورم هذه 22301 هذه مهم ياسر معناتها بروجي فيه بيان سور فهم برشا عقبات ولكن كومون ايزون تيتي سيغمونتي زاد حاجه مهمه برشا باش نتعلموها وفما l'élaboration d'une politique de sécurité globale entre sécurité fait à plusieurs niveaux on a le réglementaire حتى نوصلوا للهاردوير حتى نوصلوا للسوفتوير donc c'était très important les deux projets هذوما وفكرتك باهيه برشا لو كان اون ديفوز هالتسجيلات هذه باش تنفع دوتر دي اس اي بالضبط سي فري وحتى نعمل لها بروبما حتى لي ريكومونداسيون اللي خرجنا بهم اون لي ديفوز دونك سي نوتي ملاحظه تبدا الفايده سورتو ايفيكتيفمون شكرا يعطيكم الصحه على حضوركم بحضرني يعطيكم الصحه على الانيشيتيف هذه شكرا ليك وشكرا بالكونتينياسيون ليكم الكل وللفورم دي اس اي نذكر في دورته العاشره بالنسبه للسنه احنا مازلنا مواصلين معاكم مشينا مع الاخبار Juste après, j'ai une frappe qui est